الميداليه. طب ايه رايك ناخد تليفون مع كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بنادي الزكا؟ كابتن وائل. كابتن هيثم ازيك؟ وحشني والله. ايه اخبارك؟ لا ده حضرتك اللي وحشني جدا. حبيبي يا كابتن، متابعينك ومتابعين الانجازات ومتابعين الشغل العالي اللي بيحصل يا كابتن وائل. والله يعني ده انت يعني الناس بتستعين بينا، واحنا يعني بنحاول نفرح اعضائنا وجماهيرنا ونبقى واقفين كده على قدم وساق على لغايه ما نعمل النتائج اللي احنا بنحلم بيها على طول. كلنا الثقه في حضرتك وكابتن منى بتمسي عليك. كابتن وائل. كابتن منى دي، كابتن منى دي من ابطال النادي الاهلي ومصر في الغطس، وواجهه مشرفه للجهاز العام في النادي الاهلي، وحد اسم كبير، واحنا عشان كده ممسكين اهم قطاع عندنا اتباع الاكاديميات اللي بتعمل بيه نتائج، اللي بنغذي بيه الفرق كلها وبتعمل نتائج كويسه جدا. طب انا من هنا بشكرها وبشكر الناس، الجهاز كله بتاع الغطس. طب اتفضل يا كابتن. اتفضل. طب كابتن قول لي اخبار، يعني انت عندك الاخبار ايه؟ ايه اخر الاحداث عندك؟ اخر البطولات، الاستعدادات؟ والله انت عارف ان احنا الحمد لله اول مره كنا نكسب المصر اللي فاتت رجال، اول مره من ساعه ما اتعملت. انا بشكر الناس كلها بتاعت المصر، كانت بطوله قويه جدا، وانا متهيألي حضرتك استضفت كابتن منتصر عوض وكابتن مي عاطف. وماركو طبعا الشاربي، ماركو استضفنا طبعا. ماركو فطبعا الف مبروك يا كابتن، وكان حدث كبير، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه اكيد السيدات برضو هتاخد الكاس باذن الله. لا ان شاء الله احنا حضرتك، احنا بص احنا الحمد لله دلوقتي ايه، كل البطولات في كل، انت عارف جهاز العاب الماء في خمس العاب. صحيح. قط وباليه وكره ميه وسباحه طويله وقصيره، واتضاف عليهم الماسترز اللي هي الرواد، بقت داخله في الدرع العام. فالحمد لله كله ان شاء الله، يعني بنوعدكم ونوعد اعضائنا وجمهورنا ان احنا نعمل نتائج تشرف النادي الاهلي ان شاء الله. اكيد يا كابتن وائل، واحنا كلنا ثقه في حضرتك، وكمان احنا قلنا في الاخبار على خبر كره الماء كمان فوزنا على الحمد لله. احنا الحمد لله اول الدخيل، اول ان شاء الله الراوند الثاني هنلعب بلاي اوف، هنبقى اربع فرق. المفترض ان احنا هنلعب مع سبورتنج ان شاء الله بلاي اوف من ثلاث ماتشات، اللي بيكسب ماتشين بيوصل النهائي، والناحيه الثانيه هيبقى الجزيره وهليوبتر ان شاء الله. طب اقول لك يا كابتن، حضرتك حضرت منا وهي لاعبه؟ طبعا طبعا، انا كنت كابتن النادي الاهلي ساعتها وانا بلعب الصبح. ايوه احنا قدام مشمهندس. ايوه جيل واحد. جيل واحد تقريبا. أيوة. كابتن منا بتقولي تقريبا جيل واحد. ايوه كان بطله كابتن منا، هي حاجه يعني احنا اللي دلوقتي اللي جاي بعديها يعني يعتبر مع السلام اللي موجوده دلوقتي في النادي الاهلي. ايوه يعني احنا انت عارف اللعبه بتاعت الغط دي بتبقى لعبه نادره ان حد يطلع بطل، فمنا من الابطال الكبار في غطس النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن. يعني يا كابتن منى بتشكرك على الكلام الجميل ده، واحنا الحقيقه يعني سعداء بيك جدا يا كابتن وائل الحقيقه، ويعني بنشكرك على المداخله الجميله دي، واكيد طبعا هتكون حضرتك يعني. وانا انتهي الفرصه من هنا بوجه يعني الكابتن طارق الصغير، بتمنى له الشفاء لان هو تعبان قوي الفتره دي ان شاء الله، ويقوم على حيله، ونقول له ان احنا كلنا مستنيك وترجع بيتك يا رب ان شاء الله. يا رب يعني ربنا يشفيه، ودعواتنا معاك يا كابتن ودعوات كل الاهلاويه ليه ان شاء الله بالشفاء العاجل. بشكرك كابتن وائل عزت طبعا رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. يعني هو كابتن وائل الحقيقه من احسن رؤساء الاجهزه اللي جم على مدار تاريخ النادي الاهلي، دي حقيقه. ده مش في السباحه بس، في كل حاجه. والنتائج هي اللي بتتكلم، مش احنا اللي بنقول ده علشان حاجه مفيش مصلحه. هو فعلا من احسن رؤساء الاجهزه، وعامل انجازات كبيره جدا في السباحه ونتائج بالمقارنه بالسنوات اللي فاتت، حاجه يعني شيء مشرف وعظيم يعني.